شو هالمسخرة هي؟ زاهدة سكتي، زاهدة بكفي، هنن يلي طمعوها وخلوا راسها يكبر علينا. من وين اجت هالمرة هي؟ مين هي أصلاً ومين هي لحتى تفوت على غرفتي بدون ما تدق الباب يعني؟ زاهدة شو صاير معك لحتى عم تحكي مع حالك؟ أنا معصبة كثير لدرجة إني ما عم أفهم شيء. قليلي شوفي، ما رح تصدقي إذا قلت لك إنه اللي اسمها آسيا وحدة قليلة أدب بدل ما تربي ابنها جاي تربيني، قالت لي على قصص الأولاد، عم تقلي عقاب ومن هالحكي والله ما فهمت. يا الله. وكمان بدون ما تدق باب الغرفة طحشت علي مثل المجنونة، حكت معي بقلة أدب واحترام. لا يا الله. بس بتعرفي شو أكتر شي صدمني باللي صار؟ زوجك جمال. وشو علاقة جمال بهي القصة؟ أصلاً هو اللي إله علاقة، وقف مع هديك المرة ضدي وعم بيصدق يلي عم تقوله. ما قدرت أفهم شي، بس كأنه مبين إنه بيحبها كتير، بس إمتى لحق يحبها هيك؟ كأنه بيعرفها من زمان وجاي عم يحميها مني. ما بفهم عليك. لحد هلأ أنا مفهمانة شي، هن الاثنين هجموا علي سوا، بس أنا زعلانة من جمال، ما كنت متوقعة منه هالشي، ما توقعت أبداً. شو صاير جمال؟ زاهدة قالت لي شغلات بس ما فهمت عليها. هاي ست زاهدة كالعادة هي قليلة عقل، يعني ما في شي مهم. شو قصة آسيا لك؟ عم تقول إنكم كتير متفقين مع بعض وإنك دافعت عنا واقف معه وقالت كتير شغلات. شو علاقة هالموضوع بآسيا؟ إذا سمحتي هيلين لا تحكي معي بهالطريقة. ابني لك زاهدة سكرت باب الغرفة على ابن آسيا وعصبت منها. مو معقولة هاي المرة وحدة وقحة، لك على شو عم تلمح؟ حبسته بالغرفة؟ شو يعني؟ ما فهمت ليش حبسته؟ كانوا الأولاد عم يلعبوا غميضة وعملوا ضجة بالبيت، والست زاهدة انزعجت من صوتهم وعاقبتهم على هالأساس، ولما تخبأ أجور بالغرفة الصغيرة سكرت عليه. أي أصلاً باب هديك الغرفة معطل. إيه هو معطل، وعصبت آسيا من تصرفه. لو كنتي مكاني ما كنتي وقفتي معه؟ طبعاً كنت وقفت معه وكنت عصبت كتير معك حق حبيبي. لا ما كان ناقصنا إلا زاهدة تصير تضايق الأولاد كمان، هي أصلاً فقدت عقلها من لما أجا ماهر وعيلته. بعتذر منك كتير لأني سألتك بطريقة فيها شك. عادي ولا يهمك، بس أنا رح أحكي مع زاهدة بهالموضوع، وخاصة التلميح السيء عنك لحتى تنزع علاقتنا. عيب عليها تتصرف هيك على فكرة. هيلين سكري على الموضوع، خلص ما في داعي نكبر ابنه، سكري وبس خلص. طيب تمام، خلص مثل ما بدك يا روحي. لك شو هالمرة هي؟